السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم فيديو جديد. هذه المره غادي نهضر لكم على واحد المنتوج اللي توصلت به ما شريتوش. المهم هذا المنتوج هذا من اوكتولي. بالنسبه للناس اللي كاين الناس اللي غيعرفوا اوكتولي وكاينين اللي لا. المهم هذا المنتوج هذا هو عباره على واحد يعني نقولوا واحد الصباغه ولا واحد السوان ولا واحد نقولوا اللي يقدر يرجع لك واحد البريق في الشعر ديالك، ولا كان الشعر ديالك كيبان بحال مثلا فيه بونتاس ولا مريض ولا داكشي، وهو في نفس الوقت كيصبغ وكيرجع لك الشعر ديالك بحال كيرجع لي دوك اللمعان وداكشي اللي كان دائما يعني فاش كنصبغوا شعرنا كيتاثر كثرت الصباغه كيتاثر. المهم هذا المنتوج هذا من ماركه بامبل اند بامبل، كما كتشوفوا هي الماركه. وهو كما كتشوفوا هو واحد بيبي كولور غلوس كما كتشوفوا راه مكتوبه فيه. المهم هذا المنتوج هذا غادي نحلو حيت باش جاني ما حليتو ما شفتو ما سميتو. هنا كما ديما كتجي فيه واحد الريسيطه بالنسبه للناس اللي باغيين يعرفوا طريقه الاستعمال. نشوف لكم اين اللغه باش مكتوب. المهم هذه الريسيطه هذه كتجي مكتوبه فيها جميع اللغات، مكتوبه فيها حتى كاين حتى بالاسبانيوليه وكاين حتى بالفرنسي بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش اللغات اخرين، وحتى بالانجليز مكتوبه فيها. المهم كيجيو هاد الصباعيات هادو اللي يعني لابد هذا المنتوج هذا كنستعملوه بحال كنديرو واحد الصباغه ديال الشعر. كما كتشوفوا هاد الصباعيات هادو كيجيو هكا في الكحل اللي ملي غنستعمل هذا المنتوج غادي نديرو على شعري باش نجربو وغادي نوري لكم. وهذا هذا هو المنتوج، كيجي داير بحال هكا راه الطويل، وانا يعني كنقول كنظن غيجي في شعر اي وحده يعني كيبان ليا كثير. المهم هذا المنتوج هذا ما نقدروش زعما نخلطو بحال الصباغه اللي كتباع في ميركادونا كتباع في كاريفور والبلايص الاخرى، ما غاديش نخلطوه مع حتى شي منتوج اخر. هو كيجي يعني كله جاهز ويقدر مخلط كله سميتو. انت غير الحاجه اللي كديري هو كديري بحال الصباغه، كتلبسي الصباعيات وكتبقاي ديري على شعرك وكتبقاي تمشطي ولا تسرحي الشعر ديالك. هاد الصباغه هادي اللون ديالها نقول لكم اللون ديالها، اللون ديالها البنات كيجي بني، ولكن الريحه ديالها كتجي بحال الكول، يعني بحال الريحه ديال الكول. قولوا لي واش شعري كثير ولا داكشي واش غيقدني ولا لا، ما عرفتش. المهم انا غادي نديرو اللي شعرها بحال ديالي، غادي ندير لكم في اخر فيديو الطريقه ديال الاستعمال باش نشوفوا بحالاش غادي يجيني وشنو هو اللون اللي غادي نحصل عليه. المهم هذا دايرينو بالنسبه الى قلبتو في يوتيوب غتلقاو بزاف ديال الناس. نعطيكم مثال، بحال مثلا الناس اللي صبغوا شعرهم بليميش وخرج لهم لون صفر بحال البيض، يعني داك الصفر اللي كيكون داير بحال ديما ولا صفر ديال البيض كيكون خايب، داك الصفر ما غيعجب حتى شي وحده فينا. الا خسر لك الشعر ديالك وخرج لك داك اللون صفر هكاك، شنو كديري؟ كديري هذا كديري على شعرك كله، وشنو كيخرج لك؟ كيخرج لك ليميش بحال مايل الابيض، داك الصفر اللي مايل الابيض بحال داك الذهبي الزوين بزاف اللي كنكونوا كنشوفوه في الشعر ديال الكوريات. بالنسبه للناس اللي عندهم شعر كاستانيو بحال هكا يقدر يجينا اما الروخو احمر، ولا يقدر يجينا كاستانيو سكورو ولا كاستانيو كلارو، ولا يقدر يجينا غير بحال هكا بحال غير شي ميتشونيس في الاصفر. المهم هذاك الشيء انا ما غاديش نتحدث عليه دابا حيت انا ما عرفتش بحالاش غادي يجيني. اللي بغات تعرف بقى حتى لاخر فيديو باش نشوفوا النتيجه بحالاش غادي تجينا. المهم هذا غنقدر نديرو انا ولا غادي ديروا ليا لطيفه على الشعر ديالي. هذا دايرين باللي هو كيعطي واحد يعني واحد الاضاءه ولا الشعر ديالك كيبقى كيبرق بزاف. بالنسبه للناس اللي كيقولوا لي دائما شي حاجه عافاك اللي تكون ترجع اللون ولا تبرق وتخلي الشعر ديالك كيبرق ولا كيبان بحال صحي، هذه كتصبغ وفي نفس الوقت كتخلي لك الشعر ديالك كيبان بحال لا صحي. المهم ما غنقدرش حيت انا هذا المنتوج هذا اول مره غادي نجربه، وهذه الماركه هذه حتى هي اول مره غادي نجربها، ولكن شفت بزاف ديال اليوتيوبرز داروه، خصوصا اليوتيوبرز الامريكيات اللي جربوا على الشعر ديالهم وجاهم زوين بزاف، خصوصا الناس اللي دايرين ليميش.
الشعر ديالهم غيعطيكم واحد اللون، واحد البريق زوين بزاف. المهم بقاو معايا حتى اخر فيديو باش نجربوا هذا المنتج، هذا الشعر ديالي، ونشوفوا بحالاش كيبان، في يعني شنو النتيجه اللي غادي يعطيني. كما كتشوفوا غسلته وخليته ديك 30 دقيقه ولا نص ساعه حتى ولا ديك 40 دقيقه، حيت درته في شعري وكنبدا نجبع لي، يعني كنبدا نشوف، ماشي غير كنجي وكنشوف، يعني كنشوف على حسب واش دار ليا شي لون ولا لا. واخا هذا شي شويه صعيب باش يصبغ الشعر اللي كحل ولا مورينو ولا كاستانيو، نقولوا بحال اللون اللي كان عندي من قبل اللي كان عندك في الشعر ديالك، غادي يرجعوا لك بحال هكا بحال الشوكولاتي، وغادي يعطيك شي شويه ديال الريفليكس ولا شي شويه ديال الاضاءه في ولا ميتشونيس غير من الفوق كما كتشوفوا بحال هكا. صراحه عجبني بزاف. هو اول حاجه كما كتشوفوا في البدايه ديال الفيديو فاش وريت لكم شعري كان شي شويه بحال حيت هاد الاواخر هادي كان ولا لي شويه بحال متضرر بالبلانشا، وكما كتشوفوا هو كما داير لي كيرجع لك بحال لا كيعطيك داك البريق في الشعر ديالك، وكيرجع لك شي شويه بحال الى الشعر ديالك كيبان يعني صحي. كما كتشوفوا الشعر ديالي كيبان عجبني بحال هكاكم، خصوصا من البونتاس يعني كلشي مزيان. عجبني اللون ديالو، واخا شي شويه جاني اللون شويه هابط على داك اللون اللي عندي. هذا اللي دار لي دابا هو اللون شوكولاتي ولا اللون ديال مارون اوسكورو، حيت الناس اللي عندهم شعر ديالهم كحل يعني فهمتوا ما عرفتش كي غادي نفهم لكم، يعني بحال مثلا عندك الشعر ديال الكحل ما غادي خاصو بعدا يدوز من الكحل القهوي داكن هكا باش يصفر، ولكن الا كان عندنا شعرنا كحل وحنا كنحلمو بواحد الدرجه يعني بالزربه نمشيو للروبيو راه مستحيل. المهم داكشي على انا جاني هذا اللون، هذا اللون صراحه كيعجبني حيت هذا اللون الشوكولاتي كيجي معايا، يعني جربته شحال من مره وكيجي معايا احسن من الاصفر. وبالنسبه للناس اللي عندهم اللي مش في شعرهم ولا مصبغين الشعر ديالهم بالاصفر غيجيكم روعه، كما وريت لكم في هذيك الفوتو غيجيكم بحال هكاك بحال مايل الابيض، داك الصفر بحال مايل الابيض، داك الصفر اللي كيكون زوين. بالنسبه للناس اللي غيقولوا لي واش كاينين بزاف ديال الكولوريس، كاينين بزاف ديال الكولوريس، خاصكم نتوما غير تقلبوا. انا غير حيت عطاوني هذا الصفر هذا وعطاوني بعض الالوان اللي فاش غادي يوصلوني ان شاء الله غادي نهضر لكم عليهم، وعطاوني منهم واحد ديال اللون الغامق بالنسبه للناس اللي عندها شعرها كحل، غادي نوري لكم منين غيوصلني. وهذا بالنسبه للناس اللي دايرين اللي مش في الشعر ديالهم راه وريته لكم حتى هو، سميتو انا جاني مارون شوكولاتي. ولكن بالنسبه للناس اللي عندهم الشعر ديالهم فيه لي ميش ولا صفار ولا سميتو ولا دايرين داك ميتشاس كاليفورنيا اللي كنت دايره انا في الاول وحيدتهم، هذاك حتى هو من هنا غيخلي لكم الشعر ديالكم زوين بزاف. المهم مازال ما كملت لكم على كنت قلت لكم جميع الالوان، فيه اللون الازرق، فيه الناس اللي باغيين يصبغوا شعرهم بحال الرمادي ولا الابيض، فيه الصفر، فيه جميع الالوان، يعني غير خاصكم نتوما تقلبوا على اللون نتوما اللي بغيتو. وصراحه خلى لي يعني ما كنحسش به كيحرق بحال دوك الصبايغ الاخرى اللي كندير،
حيت كاين دوك الانواع ديال السبايع الاخرى ولا دوك الماركات، فاش كديرهم كتبقاي يحرقك بزاف في الجلده ديال راسك. انا الصراحه ما حرقنيش، خليته 40 دقيقه يعني، هما قالوا لك غير نص ساعه. الناس اللي عندهم شعرهم صفر اصلا، ولكن مع انايا شعري كحل خليته يعني ديك 40 دقيقه هكاك وخرج ليا داير بحال هكا. المهم صراحة عجبني بزاف، وكما كتشوفوا كيجيني جاني بحال هكا، بحال يعني كيبان يعني في واحد البارق اللي كيخلي لك كيبان زوين. ومن التحت يعني ما حرقوا ليا ما والو، ما حسيت شعري كيتحرق، وخلى ليا يعني انا خلى ليا شعري يعني عجبني. المهم انا غادي نخلي لكم في التحت اللاسيس، وغادي نخلي لكم ديال البرودوي، وغادي نخلي لكم باش تدخلوا وتشوفوا الالوان اللي عندهم واش عجبكم، وتقراو مزيان على البرودوي، حيت كل برودوي من التحت ديالو كيدير لكم مكتوبه باسبانيول اشنو شنو يعني شنو كيدير، حتى لكم الفيديوهات طريقه الاستعمال. والمهم عجبني يعني ما حرقنيش في الجلده ديال راسي، ما حسيتش، حيت كاين بعض الصبايغ فاش كديرهم كتحسي الجلده ديال راسك كتحرق بزاف، وكتقولي اوف انت غير نحيدها حيت ما قديتش، يعني كيكثروا في ديك امونياك ودوك المواد اللي كيحرقونا في الجلده ديال راسنا. هذا صراحه ما حرقنيش، كديريه ما كيطلع لك لا يديك لا والو، ما كيطلعش هنايا، هو كديري كتحسي به بحال واحد جيل، كيبقى لك جيل وكينشف، منين كينشف شعرك كيخلي لك بحال جيل، يعني ماشي كريمي، كيجيك التكستوره ديالو بحال جيل. والمهم البنات هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى يعجبكم ونتمنى نكون فدتكم، ولا يعجبكم ما تنساوش لايكات، وشكرا بزاف، حتى المره اخرى ان شاء الله، بسلامه.